عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم وعلى النار يبعدكم وفي الجنة يجمعكم، قولوا أمين. رأيت بالأمس مقطع عجيب يا أحبابي، والله مقطع عجيب. فتاة اندونيسية مشاركة في مسابقة قرآنية دولية، وكانت هذه المسابقة جائزتها أكثر من 9000، وكانت هذه البنت متحجبة حجاب كامل حتى بغطاء الوجه، فخيروها بين أن تكشف وجهها أو تنسحب من المسابقة. فقالت لا أستطيع أن أكشف وجهي. قالوا هذا نظام في المسابقة. قالت إذن أنسحب من المسابقة، فانسحبت وانهالت عليها الاتصالات وجاءتها جوائز وهدايا ومبلغ أكثر من مبلغ المسابقة، جاءها تقريبا 27,000 ريال ومنزل وعمرة. واعتذرت اللجنة لها، رفع الله ذكرها وشأنها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. الله أكبر أحبابي، ثبات عجيب في زمن الفتن. قارنوا بينها وبين بعض البنات اليوم وبعض النساء التي تخرج متبرجة في وسائل التواصل وتكشف وجهها وشعرها ونحرها أمام الناس وتصور وتجاهر. يا الله كم يكسبون من الآثام والأوزار، يا الله والله الواحد يحزن عليها. والله الواحد لما يشوف المتبرجة هذه في وسائل التواصل يقول مسكينة مسكينة، ضحك عليها الشيطان. أول شيء دعوة للتبرج، ثاني شيء مجاهرة لله، مجاهرة بالمعصية، ثالث شيء تكسب آثام كل من يشاهده. يا الله كم من الآثام، وكم المقطع هذا بيقعد، ملايين السيئات يا شيخ. نسأل الله السلامة والعافية. هنيئا للمتعجبة، هنيئا للثابتة في هذا الزمن.